تخيل حضرتك، تخيل حضرتك، اسلام اللي بيقول، اسلام ما بيقولش، اسلام ما بيقولش. حد اهلاوي اللي كاتب الكلام ده مش عارف بقى هتوصله لكده ولا ايه. تخيل حضرتك ان تصنيف النادي الاهلي ما بين الانديه العالميه، العالم كله، العالم كله، شوف فيه كام نادي واحسب كام نادي، نادي الاهلي رقم كام؟ حد يقول لي نادي الاهلي رقم كام؟ لا ما انا عارف ان هو كام، بس انا بقول للناس، حد يقول لي النادي الاهلي رقم كام؟ تخيل حضرتك في وسط انديه العالم النادي الاهلي رقم 25. اسلام اللي كاتب الكلام ده ولا حد اهلاوي اللي كاتب الكلام ده؟ لا ده تصنيف دولي بيكتب على حسب البطولات اللي حضرتك بتاخدها، ونقاط على حسب النقاط اللي انت بتاخدها في البطولات. لا يا عم اسلام انت كذاب. لا مش كذاب والله ولا حاجه، خش على جوجل واكتب هتعرف، هتعرف الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام صح ولا غلط. النادي الاهلي في المركز ال 25. طيب النادي المصري اللي بعد النادي الاهلي مين؟ وهي بالصدفه نادي الزمالك. في المركز الكام؟ مش عارف انا في المركز الكام، والله بصيت لاول 100، اول 100 ما لقيت فيهم الا النادي الاهلي بس. والله انا مش بكذب، انا بصيت في اول 100 ما لقيتش غير النادي الاهلي بس. فتقريبا هو 130 135 125 حاجه كده. وترجع تقول لي اصل النادي الاهلي الناس بتجامله، والنادي الاهلي اصل الحكام بتجامله، اصل النادي الاهلي المنظومه كلها بتجامله، اصل مش حضراتكم اللي بتقولوا الكلام ده وطالعين تزعقوا لنا بكلام غير منطقي وغير صحيح ولا يصح ان هو يتقال؟ بلاش كل كلامنا احنا ده بنقوله بنطبل للنادي الاهلي. طب الناس دي كمان بتطبل للنادي الاهلي؟ اوروبا العالم بيطبل للنادي الاهلي؟ مش مصدق والله، يعني مش عارف ممكن تقولوا ايه في هذا الكلام.